بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذه الرواية في الاحتجاج، في احتجاج رسول الله صلى الله عليه وآله مع اليهود. كانت لليهود عدة شبهات وإشكالات ذكروها لرسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول بين أجوبتها. من الاحتجاجات التي ذكرها اليهود أن الرسول صلى الله عليه وآله لما غير القبلة من البيت المقدس إلى المسجد الحرام؟ ما هو وجه التغيير؟ قبل بيان الرواية نذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى أن البيت المقدس هو مكان للشرائع التي ترتبط بالنبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذا المكان المقدس عند المسلمين وعند النصارى وعند اليهود لوجود أماكن مقدسة عندهم. هذا المكان طبعا المنطقة هذه في الشامات في فلسطين، له هذه المنطقة لها تاريخ قبل الأديان الإبراهيمية أيضا، تاريخ مفصل، ولكن التاريخ الذي هو محل الكلام والشاهد فيما نحن فيه أنه داود وسليمان كما في التوراة بنوا المكان المقدس. داود بدأ بالبناء ولكن سليمان أكمل البناء وبنى الهيكل اللي فيه التابوت، طبعا برواية توراتية. ماكو في رواياتنا أن الهيكل اللي له في البناء المقدس الخاص أو هيكل النبي سليمان هو مدفون هناك في كتبهم، مو في كتبنا. لذلك هذا المكان كان مقدسا عندهم ولا زال المكان مقدس. عند النصارى يعتقدون بأن هذا المكان هو آخر عشاء للنبي عيسى فيه مع حواريه على في منطقة هي هناك الآن من أقدم معابدهم في تلك المنطقة، أقدم معابد النصارى في البيت المقدس. طبعا حروب كثيرة وقعت في هذا المكان، اليهود هجموا، النصارى هجموا، استحلوا المكان فترة، المسلمون، الرسول صلى الله عليه وآله أرسل أسامة ليأخذ هذه المنطقة، ولكن في مرض رسول الله فأسامة لم يوفق، ولم يعني جيش المسلمين لم يتحرك إلى هذه المنطقة، ولكن في فترة الأول والثاني الشامات دخلت، يعني من الفتوحات الإسلامية في زمن الأول والثاني منطقة الشامات. النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام ولد في بيت لحم، بيت لحم قرية قريبة من البيت المقدس، ولهذا المكان أيضا فضيلة. النبي صلى الله عليه وآله عندنا في المعراج عندما ركب البراق مع جبرائيل وصلوا إلى منطقة، فجبرائيل أخذ الرسول صلى الله عليه وآله إلى أرض تلك المنطقة وقال هنا طور، اللي الله عز وجل كلم النبي موسى، فصلى النبي ركعتين. بعد ذلك ركب البراق هذا الفرس، وأيضا ذهبوا ونزلوا في منطقة أخرى. في تلك المنطقة
الرسول صلى الله عليه وآله قال هنا بيت لحم. جبرائيل قال لرسول الله هنا بيت لحم مولد عيسى. ثم ذهبوا إلى البيت المقدس، وهناك النبي صلى الله عليه وآله رأى النبي إبراهيم والنبي موسى والنبي عيسى وصلى بهم جماعة. بعد ذلك ارتفع إلى السماء في القضية المفصلة، الله عز وجل يذكرها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المسجد الأقصى طبعا غير هذا اللي يصوروه ذو القبة الصفراء، هذا مسجد الصخرة مو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى له قبة سوداء، فهذا القبة الصفراء أو هذا اللي يسموه القدس أو المسجد الأقصى، هذا مو المسجد الأقصى، هذا قبة الصخرة، وهو مسجد أيضا مبني، ولكن على طرف قبة الصخرة هناك المسجد الأقصى. وفي رواية الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل الصلاة في المسجد الحرام من حيث الثواب، وفي رواياتنا أن المسجد الحرام الركعة الواحدة بمئة ألف ركعة. ففي هذه الرواية المروية عن الإمام العسكري سلام الله عليه في التفسير أن الصلاة في المسجد الأقصى كذلك. طبعا سابقا الحجاج عندما كانوا يخرجون للحج إحدى مزاراتهم كان المسجد الأقصى، يفترون على مزارات متعددة منها المسجد الأقصى. السيد الوالد رحمه الله قال بأن والدته خرجت للحج في أول رجب ورجعت أول رجب، يعني سنة كاملة هي في الحج في السفر. طبعا هذا السفر كان سفرا مطول من مشهد، يعني هكذا يسافرون سفرة العمر إلى مشهد الإمام الرضا إلى المزارات في الشام والمسجد الأقصى وإلى أردن، وبعد ذلك عبر البحر إلى الحج وإلى جدة، يعني فالزيارة متكاملة كانت تكون سنة كاملة طولت هذه الزيارة. النبي عيسى سلام الله عليه من بيت السحم إلى المسجد الأقصى هو البيت المقدس عندما أتى، فهنا ظهرت على يديه معجزات كبيرة جدا جدا، معجزات كبيرة، منها أنه أطعم 4000 جائع بسبعة أو تسعة أقراص من الخبز، منها شفاؤه للمرضى من أصيب بداء في يده من أصيب بداء في رجله، مذكور هو في بعض كتب التاريخ وفي بعض الروايات. لذلك هناك قدسية عند المسلمين للمسجد الأقصى. الرسول صلى الله عليه وآله عند بعثته في مكة المكرمة كان يصلي إلى جهة المسجد الأقصى، ولكن كان يسعى كما في هذه الرواية أن يجعل الكعبة أيضاً قبلته، يعني يقف بطريقة اللي الكعبة تكون أمامه والمسجد الأقصى باتجاه المسجد الأقصى. مو دائماً، بعض الأحيان هم له، يمكن كانت الكعبة خلفه أو على يمينه أو على شماله، ولكن في المدينة المنورة اتجاهه اختلف إلى المسجد الحرام من المسجد الأقصى لحكم سنذكرها في الرواية. الحكمة قد تكون الحكمة الأساسية في هذا التغيير أن من يأتي بدين جديد عليه أن يأتي بمنظومة متكاملة في أي منطقة كان، منظومة متكاملة لا ترتبط بالنظم السابقة، لذلك عموماً الشرائع تنسخ الشرائع السابقة في كثير من الأحكام، أصل الشريعة تنسخ، الأحكام تنسخ أم لا كجزئيات، هناك خلاف، الأحكام تبقى أو الأحكام بالاستصحاب تبقى أو الأحكام أيضا تنسخ، لأن البعض يقولون بأن نسخ الشريعة، يعني شريعة الرسول صلى الله عليه وآله الإسلام نسخت شريعة النبي عيسى كأصل، ولكن كأحكام وكمفردات جزئية إن أتى الرسول صلى الله عليه وآله بحكم خاص، فالصوم في مذهبنا مثلا ترك أمور لفترة معينة، ولكن عند في بعض الأديان الشرائع السابقة الصوم مثلا كان الصمت عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا،
فهنا نسخت هذه المفردة وهذا الحكم. ولكن في بعض الأحيان لا، المفردات لم تذكر في شريعتنا. فهنا رأيان، الرأي الأول نفس الحكم السابق يبقى ويستمر، نفس الحكم يبقى ويستمر. الرأي الثاني اللي هو سائد، نستصحب الحكم السابق، لأن الفرق بين الإبقاء الدليل على ما هو دليل أو على ما هو أصل ببركة الاستصحاب، فالأثر يختلف. ويتمسك كما أن السيدة الزهراء سلام الله عليها تمسكت في احتجاجها مع أبي بكر بآيات وورث سليمان داود، ولولا وجود هذا الحكم في شريعتنا استصحابا أو نفس الحكم الذي كان في تلك الشرايع لما تمسكت به السيدة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. بس هذا بحث في محله. فهنا الرسول صلى الله عليه وآله مشرك قريش كان قبلتهم الكعبة، يطوفون حول الكعبة، وطبعا مو الكعبة ككعبة، وإنما لأن أصنامهم كانت في الكعبة وأطراف الكعبة وفوق الكعبة. فالرسول كان يريد أن يظهر الخلافة، نتيجة له طريقة جديدة، فبأمر الله عز وجل كان يصلي إلى المسجد الأقصى. ولكن في المدينة، يهود مدينة كانت قبلتهم المسجد الأقصى وبيت المقدس، فالرسول هناك، وكانوا يستشكلون على رسول الله، يقولون أنت كأنما ما لك في الطريقة لطيفة جديدة فتتبع طريقتنا. فرسول الله كان يرى السماء لينزل عليه الوحي في تغيير القبلة. فهنا أشكل اليهود على الرسول صلى الله عليه وآله، لهذه هي النقطة الثانية من البحث، أنه هل قبلتك السابقة صحيحة أم هذه القبلة الجديدة؟ يعني هل صلاتك 14 سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عدة أشهر أيضا في المدينة كان يصلي إلى البيت المقدس، 14 سنة أنت تصلي إلى المسجد الأقصى، والآن غيرت وجهتك إلى المسجد الحرام، فذاك كان حق وهذا باطل، أم هذا ذاك باطل وهذا حق؟ وإذا كان ذاك باطل وهذا حق، لأن الآن طريقتك هذه، فما الذي يقول لا يظهر بطلانك بعد فترة؟ فلما يجب على الناس أن يتبعوك بظهور بطلانك؟ يعني في الواقع استدلال اليهود كان استدلال قياس استثنائي انفصالي، عندنا اتصالي وانفصالي، منفصل يعني العدد إما زوج وإما فرد، العدد إما زوج وإما فرد. هنا أربع نتائج يمكننا أن نأخذ من هذا القياس الاستثنائي الانفصالي، أن نثبت الأول وهذا يوجب نقيض الثاني، أو نثبت الثاني ويوجب نقيض الأول، أو ننفل نقيض الأول ليثبت الثاني، أو ننفي نقيض الثاني ليثبت الأول. أربع نتائج. فهذا زوج فليس بفرد، فهذا فرد فليس بزوج، فهذا ليس بزوج إذن هو فرد، فهذا ليس بفرد إذن هو زوج. ماكو في النتيجة أخرى. اليهود هذا كان استدلالهم، إما هذا حق أو ذاك حق، إذا هذا حق ذاك باطل. فإن كان المسجد الأقصى كقبلة هو الحق فالمسجد الحرام باطل، وإن كان المسجد الحرام هو الحق فالمسجد الأقصى باطل. إن لم يكن المسجد الحرام هو الحق، إن لم يكن هو الباطل فالمسجد الأقصى باطل، وإن لم يكن المسجد الأقصى باطل فالمسجد الحرام باطل. ما عندنا طريقة أخرى. زين، هذا استدلالهم. الرسول صلى الله عليه وآله أجابهم بأنه أتوا ليش دخلتوا في القياس الاستثنائي الانفصالي، وإنما القضية هناك كلي، لهذا الكلي مصادق متعددة، للمصلحة نقدم مصداقا على مصداق، و قد تتغير المصلحة فنقدم مصداقا آخر. مو القضية قضية قياس استثنائي انفصالي،
يمكن الجمع بينهما، يمكن أن يخلو الأمر عنهما أيضا، العدد إما زوج وإما فرد، لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الخلو عنهما معا. هنا الرسول صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل رأى المصلحة في مكة أن تكون القبلة المسجد الأقصى، ورأى المصلحة الآن أن تكون القبلة المسجد الحرام، وقد يرى المصلحة في غير ذلك، كما رأى المصلحة، هذا كلامي بعد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، بالنسبة للنبي آدم أن تكون قبلة الملائكة النبي آدم. فالأمر المهم عبادة الله والاتجاه، وأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا بالنسبة إلى المسجد الحرام، في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه لما سمي، سؤال الإمام لما سمي المسجد الحرام بالحرام، قال لأن الله حرم المشركين على الدخول في هذا المكان، لذلك سمي المسجد الحرام، أو هذا الرواية عن الإمام الصادق المسجد محل السجود. كنقطة ثالثة فمسألة فقهية لطيفة، أن القبلة هي المسألة كما ذكرها الشيخ الطوسي ومن بعده، أن التياسر عن القبلة مطلوب من المستحبات. إذا القبلة مثلا مستقيم على هذا الاتجاه، شوية واحد يتياسر، فاستشكلوا قالوا التياسر من القبلة أو إلى القبلة، يعني التياسر من القبلة فأنت انحرفت عن القبلة، أو التياسر إلى القبلة، إذن هذا بعد ما صار تياسر، هذا صار على سمت القبلة واحد يصلي. فأجاب الشيخ الطوسي رحمه الله بأن التياسر من القبلة إلى القبلة. كيف؟ القبلة لمن هو في المسجد الحرام الكعبة، القبلة لمن هو في مكة المسجد الحرام، القبلة لمن هو خارج مكة الحرم، والحرم مو المسجد الحرام في منتصف الحرم، المسجد الحرام أقصى يمين الحرم بالنسبة إلينا، طبعا نحن اللي مثلا في العراق في إيران في هذه الجهات، المسجد الحرام أقصى تقريبا يمين الحرم، فالحرم من جهة ممتد ومن جهة لا، المسافة في حد الحرم إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام مسافة قليلة، فنحن قبلتنا الحرم. فإذا واحد وقف إلى الكعبة التياسر كيف يكون؟ يكون من الكعبة إلى الحرم، يعني إلى منتصف الحرم، وليست قبلتنا الكعبة المشرفة وإنما قبلتنا الحرم، فهذا يكون التياسر من القبلة إلى القبلة، يعني من الكعبة إلى الحرم إلى منتصف الحرم، ومنتصف الحرم هو يعني الحرم كل قبلتنا، فهذا راح يكون احتياط في أن يدرك الإنسان القبلة بدقة عندما يتجه إلى منتصف الحرم، ومنتصف الحرم مو نفس المسجد الحرام وإنما على يسار المسجد الحرام يصير منتصف الحرم. زين، فنقطة أخيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شنو كان دور جبرائيل؟ جبرائيل يأتي الرسول بعض الأحيان يستشير في بعض القضايا كما في هذه الرواية، وجبرائيل يشير على رسول الله مع أن الرسول أفضل من جبرائيل. هناك النظام الإلهي بعض الأحيان نظام تشريفات، طبعا جبرائيل أعظم ملائكة الله، هسه في رواية يمكن رواية عامية هذه الرواية، يعني ما شفت السنة، فعندما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد الأقصى، فأظن يعني هي رواية عامية بس واحد لازم يتأكد أنه هل مصادرنا خالية، يعني كبيان لعظمة جبرائيل. طبعا في هذه الرواية نقرأ أن اليهود كانوا يخالفون جبرائيل، حتى المخالفين لنا أيضا ما يقبلون جبرائيل، يعني من العامة كشخصية إلهية كبيرة عظيمة كذا يستشكلون، لذلك من كان عدوا لجبرائيل في الآية المباركة، هناك أعداء لجبرائيل، فهو أعظم من أعظم أو أعظم ملائكة الله على الإطلاق. فالله عز وجل تشريفا للرسول صلى الله عليه وآله ينزل الوحي عبر أعظم ملائكته،
هذا في النوع من التشريف. الرسول صلى الله عليه وآله يستشير جبرائيل تعليما لنا. في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أخي جبرائيل عظني. إذا الرسول يحتاج إلى موعظة قطعا لا، قطعا ما يحتاج، وإنما تصدر الموعظة منه إلى الآخرين لأنه العقل الأكمل. فشنو معنى أخي جبرائيل عظني؟ أنه يريد يعلم حتى الخبير حتى المتعظ، هذا لا يخلو أمر من أن يقبل العظة من الآخرين. فواحد لازم يكون صدره رحب إذا فد واحد أشهد عليه بإشكال، يمكن الإشكال مو وارد، مو رأسا ينتفض يقول هذا باطل، خليه يفكر لحظات، يمكن بالفعل بعدين يشوف هذا الرجل رأى جهة من العمل اللي أنا كنت غافل عنه. صحيح يمكن إشكاله وارد يكون، الإنسان لازم صدره يتسع لكل إشكاله ويستمع، فإن كان حقا فيقبله وإن كان باطلا فيرفضه، خلاص باطل، مو أنه رأسا ينثار ويرود. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله في مواقف حياته كثير من هذه القضايا موجودة، أنه كان يستشير الآخر. في حرب بدر مثلا استشار، في حروب مختلفة كان يستشير ويأخذ بمشورة أصحابه تعليما لنا. هذه الحالة. الله عز وجل أيضا يأمر رسوله بالاستشارة، شاورهم في الأمر، شاورهم هذا أمر زين. لاحظوا الرواية، احتجاجه صلى الله عليه وآله على اليهود في جواز نسخ الشرائع وفي غير ذلك. قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة أمره الله تعالى أن يتوجه نحو بيت المقدس في صلاته. طبعا لبيت المقدس أسماء مختلفة، منها أورشليم يعني بيت السلام، بيت الاطمئنان، أورشليم اللي إلى الآن اليهود يسموه أورشليم، أسامي متعددة كانت، وعند المسلمين بيت المقدس يمكن الآن المعروف القدس هكذا يسمونه. ويجعل الكعبة، الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي إلى البيت المقدس، ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن، وإذا لم يمكن استقبل بيت المقدس كيف كان. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك طول مقامه بها يعني بمكة 13 سنة. قلنا مشركي قريش كان الكعبة عندهم المهم، مو البيت المقدس، كانوا يخالفون اليهود المشركين، والرسول كان يخالفهم في هذا الأمر ليظهر طريقته. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك طول مقامه بها 13 سنة. فلما كان بالمدينة وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس فترة من الزمن، استقبله وانحرف عن الكعبة، لأن المدينة يعني مكة خلف مدينة إذا واحد يتجه إلى البيت المقدس إلى الشام، 17 شهرا أو 16 شهرا هالفترة، وجعل قوم من مردة اليهود يقولون، المارد يعني الطاغية اللي يتجاوز عن حده، فهؤلاء الذين يستشكلون على رسول الله طبعا تجاوزوا عن حدوده. فماذا يقول مردة اليهود؟ والله ما درى محمد صلى الله عليه وآله كيف يصلي، ما يعرف طريقة جديدة في الصلاة، فيصلي على اتجاه قبلتنا حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته بهدينا يعني بطريقتنا ونسكنا عباداتنا. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله لما اتصل به عنهم، وكره قبلتهم. يعني شنو كره قبلتهم؟ الرسول هو كان يدري أن القبلة للمسلمين الكعبة، ولكن ينتظر الأمر الإلهي. فلما اشتد كلام اليهود فكأنما صار ضعف في صفوف المسلمين، الإشكال يؤثر، الشبهة تؤثر، خصوصا المسلم الضعيف. اليهودي صاحبه يشتغلون معا في محل، فيجي يقول أنتوا ما عندكم قبلة، أنتوا تتبعون إحنا، فشنو تعال متخذ هذا واتبع دين آبائه. فكره قبلتهم، فالكره مو من هذه الجهة، وإلا مكان مقدس. الله كما في بعض الروايات أسرى
الرسول من هذا المكان المقدس وفي الآية المباركة، وأحب المعراج يعني في بعض الروايات من هذا المكان المقدس، ولكن الإسراء إلى وهذا المكان هو قطعي في الآية المباركة. وكره قبلتهم وأحب الكعبة، أن يتجه إلى الكعبة اللي هو المفروض أن يصلي إلى ناحية الكعبة. فجاءه جبرائيل عليه السلام فقال له رسول الله: يا جبرائيل، لوددت لو صرفني، غير بدل، لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة، فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم. هذا من بيانية، ما الذي يصل إلي ويؤذيني؟ قبلتي، يعني القضية التي ترتبط بقبلتهم. فقال جبرائيل عليه السلام: فاسأل ربك أن يحولك إليها، فإنه لا يردك عن طلباتك. الله ما يرد طلبك. وطبعا النبي صلى الله عليه أعرف بذلك، فلما يخاطب جبرائيل ولما جبرائيل ينصحه كأنما بهذه النصيحة، كلا، وإنما القضية أن الرسول صلى الإمام أمير المؤمنين كان يذهب بهمومه إلى البئر، فواحد لازم يبدي رأي، يبدي لله عز وجل مباشرة، يبدي لأعظم ملك من ملائكة الله عز وجل، لأنه الوسيط بين الله وبينه في إنزال الوحي. وهنا بالفعل جبرائيل هو الذي صعد ونزل بالوحي بعد أن أتم الرسول صلى الله عليه وآله هذا الدعاء. ولا يخيبك من بغيتك، يعني من مطلبك، الله ما يخيبك. فلما استتم دعاءه، يعني الرسول دعا الله عز وجل وأكمل الدعاء استتمه، صعد جبرائيل ثم عاد من ساعته. الساعة يعني جزء من الوقت، بس قد يكون ثانية أقل أو أكثر. فقال: اقرأ يا محمد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الرسول كان دائما يطالع السماء ينتظر الآية المباركة الوحي. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني ناحية المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني ناحية المسجد، بس شطره يعني ناحيته، نفس الكعبة أو المسجد الحرام، بل الحرم كما في الروايات. فقال اليهود عند ذلك: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأجابهم الله أحسن الجواب فقال: أكو هناك كلي إلى مصادق. في زمن من الأزمان هذا المصداق هو المحبة لمصلحة، وفي زمن آخر مثل ما واحد يجي طفل راح على الثانوية يقول له: أنت الآن ذهابك للثانوية هو الحق، الابتدائية اللي كنت فيها باطل، وإذا كنت سابقا في الابتدائية هو ذاك الحق وذهابك إلى الثانوية باطل. لا، لكل موقعه، كلاهما حقا. الرسول صلى الله عليه وآله مصدقا بالكتب السماوية السابقة، الرسول تتميم كان وشريعة جديدة وناسخ للشرائع، ولكن مو أنه لا يصدق الكتب السماوية السابقة، لا، كلها، كل الشرائع السابقة مقبولة، ولكن الآن شريعة جديدة. مثل واحد يتخرج ويدخل الجامعة مثلا، مو أنه يجي يلعن المقدمات، لا، كل تلك المقدمات في مكان آخر واضح. فالرسول يقول: قل لله، يعني في الآية المباركة، قل لله المشرق والمغرب وهو يملكهما، وتكليفه التحويل إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب آخر. الله الأمر بده يحولكم من هنا إلى هناك بيده حسب المصلحة. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهو أعلم بمصلحتهم، وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم. إذا اتبعوا الله فطبعا لهم الجنة. قال أبو محمد عليه السلام: وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا محمد، هذه القبلة بيت المقدس، قد صليت إليها 14 سنة ثم تركتها الآن، أفحقد كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إلى باطل، فإنما يخالف الحق باطل. الآية المباركة: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما يصير، يعني حقان يجتمعان، لا يمكن.
على طرفي النقيض، أو باطلا كان ذلك إن اتجاهك إلى البيت المقدس، فقد كنت عليه طوال هذه المدة، فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل. ما دام أنت فترة على باطل يمكن تستمر على باطل لك أيضا، بعد 20 سنة هم يتبين أن هذه القبلة الجديدة أيضا على باطل، فمن الذي يؤمننا من هذا الخطر؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وآله يجب أن لا يصدر منه خطأ، يجب أن يكون معصوما من الخطأ والنسيان. ليش؟ لأنه لو ذكر حكم وكان محتمل فيه الخطأ والنسيان، من قال بأنه في هذا الحكم لم يخطأ لم ينسى؟ وإذا جرى عليه الخطأ في قضاياه العادية مو الأحكام، فحكم الأمثال فيما تجوز وفيما لا تجوز واحد، فيطرأ هناك عليه الخطأ، هنا أيضا في الحكم أيضا قد يطرأ عليه الخطأ، فلا يمكن التمسك بما يذكره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل ذلك كان حقا وهذا حق. يقول الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.